مساء الخير، هنقدم معاكم عرض حفل بعنوان حكايات مع الصحاب، تأليف وأداء رومان صالح. ايه الصحاب؟ بداية نهار جديد، الشمس عالية، طبعا ده الحال هنا كتير، حالي هو حالي، هل فعلا انا عال عليك؟ ده كان لسان حال شاب مصري من القاهرة ضيف علينا مع لون شمس غريب عليه، ملح البحر غريب عليه، كان قاعد على شط اسكندرية بيبكي، ومن كتر البكا سمع صوته شاب اسكندراني معدي من فضله، دخل عليه بكل فضول، قال له اكيد اشتكيت في البحر كتير وما ردش عليك، اصل انا من هنا وعارف كل يوم بقعد بس القعده بتاعتك ديت وما بتديش باي حاجه. ها فادك؟ طب لو فادك قول لي جايز انا معه بكره يفيدني. ضحك صاحبه بتاع القاهره وقال له واضح كان المحل عندك. اقعد جنبي. قعد جنبه وقال له انا طلبت من بيتي لما ما كنتش لاقي شغل. ابويا طردني من بيتي وقال لي تعالى على ده. ما ترجعش البيت ده الا لما تكون راجل يعتمد عليه، ومن ساعتها وانا في الشارع ولا شغله ولا مشغله، وبتخبط من مكان لمكان لحد ما رجلي جابتني على اسكندريه وبرضه مش لاقي شغل. كانوا متعطلين ولا ايه؟ لا احنا مش لاقيين شغل. اصل انا حالي هو حالك. انا كمان كل يوم بقعد على البحر في نفس المكان وبشتكي له والدمعه بتنزل من عينيا على نفس الحال. ابويا كمان طردني من البيت عشان مش لاقي شغل من ساعه ما خرجت من اسكندريه. مفيش فايدة. برضه مش لاقي شغل. طب ايه؟ هنفضل ايدينا على خدنا كتير؟ مش هنتحرك؟ خلاص الحل عندي. شايف المركب اللي هناك دي؟ عداك اجيبها لك يا عم. ما بهزرش. ما تيجي نشوف فيها شغل. يلا بينا. ويجي على كتفك. ودخل الشابين على صاحب المركب. يا ريس يا ريس، احنا بقالنا يومين في الشارع مش لاقيين ناكل ومش لاقيين شغل. نفسنا ننام. ما نلاقيش شغل عندك؟ والله يا رجاله انا الشغل عندي كتير بس العماله اكتر. بس يلا اطلعوا على المركب واشتغلوا وتريزي ورزقها على ربنا. وفعلا طلعوا واشتغلوا. المركب توديهم من بلاد لبلاد، اصل المركب اللي بتنقل البضايع. ففضلوا يشتغلوا وتعبوا وفلوسهم تكتر، وفي يوم قرروا ما يرجعوش تاني على المركب. قرروا ينزلوا في البلد العربي اللي حطت فيها المركب لاخر مره. فعلا نزلوا فيها واشتغلوا فيها وقرروا فلوسهم تكتر واشتغلوا وخبطوا لحد ما فلوسهم كترت وبقوا فعلا اكبر اداه لاعداء في الدوله العربيه. خلاص جه الوقت بقى ارجع لاهلي. كل واحد اخذ قراره انه يرجع لبيته ويحقق حلمه اللي كان بيتمناه مع اهله. صاحبها بتاع اسكندريه قال انا حتى على ابويا وابني المصنع اللي كان بيحلم بيته عمره، اصل انا خليت صنايع وتيجي في بيتي. صاحبها بتاع القاهره قال وانا هرجع وادور في البورصه، بس انا عشان التجارة ودي شغلتي. وفعلا كل واحد منهم نزل على بلده واشتغل، فلوسهم بالفعل بدات تكتر وبداوا يثبتوا نفسهم. وفي يوم صاحبها بتاع القاهره خسر كل فلوسه في البورصه. طب هعمل ايه؟ مفيش قدامي غير صاحبي بتاع اسكندريه هو اللي هيساعدني. وفعلا نزلنا على اسكندريه، قعد معاه على قهوه بلدي وقال له يا صاحبي كل فلوسي سبتها، اعمل ايه؟ انا ما لقيتش قدامي حد غيرك ينجدني. من غير تفكير كتير قد ايه وطلع دفتر شيكات وكتب نص رصيده في البنك. قال يا صاحبي شوف طريقك من جديد، ويوم ما تقف على رجلك ترجعه لي. اخذهم منه وكان مبسوط جدا. في وسط انتصابه لمع بنت جميله جدا واقفه في بلكونتها. قال له صاحبي انت اكيد تعرف البنت اللي واقفه في بلكونتها، اكيد تعرف اهلها والتجارب هنا، اكيد انت تعرفهم اكتر مني. اعرف ليه؟ بتسال كتير ليه؟ انا عايز اخدك. اسمها جميله جدا. يا عم انت ايه ولا ايه؟ اطلع من مشكلتك الاول وانا اوعدك ان انا هجوزها لك. انا هكون شاهد على الجواز وخلي بالك لحد عندك. سافر صاحبنا واشتغل وفلوسه كترت
كل ما لما بتفطر فجأة صاحبنا بتاع اسكندرية مصنعه حق. مفيش قدامه غير صاحبه بتاع القاهرة اللي هيحاول على الأقل يرد له اللي عمله معاه قد كده. رد على القاهرة خبر أقدامه. رد عليه صاحبنا المعربة بالبيت اداله 1000 جنيه وقال له أنا آسف يا صاحبي مش عارف أقعد معاك. أنا بس مشغول شوية. يا ريت تسمعني وأنا هاجي لك على اسكندرية نزل صاحبنا يبكي. دمعة زيت قعد في الشارع على الرصيف وبيبكي. جاله راجل كبير وقال له مالك يا ابني؟ فيك ايه؟ حكى له شاب وقال له صاحبي بعده بعد ما وقفت دمه. ما تشغلش بالك ما فيهاش حاجة يا ابني. عموما تعالى معايا أنا عندي مثلا صغير تعالى نعرفه ونشوف هينفع في ايه ويبقى باب رزق ليا وليك. أنا جاي معاك يا حبيبي. حاضر. وفعلا راح معاه وقعد ينظف المكان ويشيل من صندوق لصندوق ويرمي القديم ويحط الجديد وهو بيشيل القديم لقى كرتونه تقيله جدا. فتح قال لك مليان فلوس. يا حاج الفلوس دي بتاعت مين؟ انا لقيتها في صندوق. معرفش ده رزقك يا ابني. ده رزقك يا ابني يا حاج دي بتاعتك. بس انا عندي طلب صغير هطلبه منك قبل ما تاكل الفلوس دي. نعم الصوت. انا عندي بنت هي اللي مطلوبه في الدنيا كلها. خاف عليها. خد فلوس اتجوز البنت ودي تبقى يعني نقول هديه تكون فرحه. طبعا يا حاج انت فعلا هو انا مش عارف اشكرك ازاي. وفعلا في يوم الفرح يوم الفرح والمشوبه مش بينادي على كل شخصيه حضر الفرح وبيحيي الناس. دخل صاحبنا بتاع القاهره وكل البيوت يحضر الفرح. برودك يا اخي. صاحبنا بتاع اسكندريه قال لا ده انا هحييه بنفسي. اخذ التليفون وحياه. قال بحيي صاحبي. بحيي صاحبي اللي كان طريقي وطريقه واحد لما طردنا من بيوتنا. بحيي صاحبي اللي شقينا طريقنا سوا في بلد عربي لحد ما بقينا كبار رجال الاعمال. بحيي صاحبي ده انا محتاج ما سبتوش. اديته نص رصيدي في البنك. بحيي صاحبي اللي شاف حبيبتي واقفه في بلكونتها وطلب يتجوزها وفعلا جوزها له وانت شاهد على الجواز. بحيي صاحبي اللي لما احتجت له ما وقفش جنبي. بحييك يا صاحبي. رد عليه صاحبنا بتاع القاهره قال انا كمان هحييك. بحيي صاحبي اللي كان طريقه وطريقه واحد يوم طردنا من يومنا. بحيي صاحبي اللي شاهدنا طريقنا سوا في بلد عربي لحد ما لقينا كبار رجال الاعمال. بحيي صاحبي اللي لما احتجت له ما صدريش من غير نص رصيد من البنك. بحيي صاحبي اللي شفت حبيبته واقفه في بلكونتها وضربت اتجوزها وكان هو الشاهد على الجواز. انا ما اعرفش مع حبيبته. لما جالي بيتي ما رضيتش اديله فلوس بفلوس ويفكر بنوت الجميل. ما رضيتش ادخله بيتي ويشوف حبيبتي وهي في حضني ويقيس الاحساس وقعدته وانا عارف انه زعلان مني. نزل صاحبي زعلان مني وقعدت ابويا وراي يفتح له المخزن. بحيي صاحبي من النهارده فرح على اصلي. حاجة كده خالص هو الحاجة اللي تطلب منه وبعد ما تتأكدي من قفل الحل الديني ما اللاعبين بيخبطوا
الشعورات توجب التي تدعو اساسا الى اتباع سياسه سد الحلق. اعمل حسابي يا سيدتي ان سد الحلق من الاكلات المحبوبه خالص مخصوصا عن في استبدال طاقات الشباب وكيفية تشغيلها في المشروعات الصرفية مثل مشروع لم الكورة من الرجوان يا الله ويعطيها للحارس لكن يخسرها بتقطع في يد وزارة الداخلية والتي صرحت باعتبار عدد من المتطرفين وقالت انها سوف هتتبعهم وتقطعهم وتخرجهم ولما تساويهم على طول هتقدمهم لي المندوب المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي حيث اكد سيادته ان الجنود ينفذون بشدة التعليمات تصويت على استخدام القوات العسكريه ضد العراق وقلنا ان استخدام هذه القوات لانقاص مسلمي افغانستان ومطالبه باستخدامها ضد ليبيا يعد بمثابه كوس الكوس لازم تكون صغيره عشان تقدر تحشيها وقبل ما تطوريها على طول تحشيها الجماهير العريضه التي في اليوم لتستمتع برؤيه السيد الوزير هو الحكم وقد اكد سيادته وجود علاقه بينه وبين ابو الهول وقال سيادته انه قد تبين له ان الشارع احتاج الى ملك اقصر واقصر وانه ينفذ تعليمات على المسلمين في فلسطين حيث عبر المندوب عن استواء شديد من المعاملات ام علي احسن حاجه تقدميها بعد الاكلات الدسمه دي تجيبي العالم العربي والعالم الاسلامي وتحطيهم في الفرن لمده 10 دقائق وتقدميهم للنظام العالمي الجديد اللي بيشوف الكوره بره يا خساره يا خساره اقصد الوزاره مش قلت لك ما تحطيش ملح كتير على الوزاره انا ممكن تقدري تسيبيها زي ما هي وتقدميها للمفاوضين العرب في محادثات السلام العربيه الاسرائيليه صراحة من ربنا هناك أن الأرض الإسرائيلي واخد الكورة بشوط صاروخ قنبلة قنبلة من قلب العالم الإسلامي حيث استنكر سيادته وجود علاقة واستنكر سيادته عمليات القتل الجماعي التي أتعرض لها المسلمون في بقاع العالم وعلى رأسها باسم أفغانستان وطلب سيادته بتكاتف المجتمع الدولي من أجل إنقاذ صوابع زينب وطبعا ما انتوش عارفين ايه هي صوابع زينب ده نوع جديد من الحل على طول اكتبي معايا سيدتي المقاطين تجيني الحكام الدوليين واعضاء الإسرائيلي. طول تروح إلى مكان الانتخابات وأي مباني ما تسيبهاش عندك عشان ما تعمليش ريحة مش كويسة وبعد كده تحطي خلطة فيه الفريق الأجنبي اللي يعمل لعبة خطيرة ومكارة بيلعبها وبئس الأمر والذي رفض بقاء قوات حفظ السلاح في البوسطة والأقصى وقال إن هذه قوات قد صنعت أسطرة لحماية أيوة خلي بالك من لأنهم لو شموا ريحة اللحمة على طول هيتكلموا على الجماهير التي بدأت تنصرف بعد صدارة الحكم النهائي وبهذا سيداتي أنساتي سادتي تنتهي نشرتنا الأولى لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إسرائيل
المركزي يتسلمها عضو الشاعر احمد شاهد.
الشاعر محمود عبد الصمد زكريا. الشاعر حسني منصور. الشاعر الكبير أحمد محمود مبارك. القادمة من القاهرة الشاعرة أمينة عبد الله. أستاذة أمينة طلبت الكلمة فأرجوك يا أستاذة أمينة كلمة أحكيها. الشاعر الكبير عبد الله حسن رمضان. المطرب والملحن محمود يوسف. الشاعر إبراهيم المصري يتسلمها عنه الشاعر وليد المصري. الشاعرة منال الشربيني. الشاعر مدحت فاروق يتسلمها عنه الشاعر أحمد عواد. والشاعر محمد أحمد حسن يتسلمها عنه الشاعر أحمد عواد. بنعتذر الأستاذ محمد الشاعر محمد أحمد حسن موجود. الشاعر طاهر سعيد يتسلمها عنه الشاعر محمد الزهري. الشاعر خالد عاطف يتسلمها عنه الشاعر أبو نزيد جبار. الشاعر أحمد كامل يتسلمها عنه الشاعر أشرف بسوقي علي. الشاعر علاء الدين مصطفى يتسلمها عنه الشاعر محمد الزهري. الأستاذة سلوى أحمد عبد الله مدير قصر ثقافة الأباني.
مدير فرع ثقافه الاسكندريه. تتبقى لنا كلمه اخيره من الاستاذ هاني حسن. معلش انا برضو برحب بيكم المره الثانيه والثالثه، وزي ما قلت فعلا احنا عايشين بالادب والشعر والفن، وفرصة اسكندريه تحت امركم في اي وقت، فرع ثقافه اسكندريه، وبتشرف بيكم وبتشرف بحضوركم. وطبعا اسمحوا لي ان اشكر الدؤوبه استاذه سلوى مدير نهضه ثقافه الاباري، الاستاذ احمد عواد مسؤول الشؤون الثقافيه، الناس اللي تعبوا معانا كلهم، نادي ادب قصر الاباري بنقول له متشكرين ومتشكرين، لانه دعا كل الادباء اللي كان نفسي اشوفهم من ايام ما كنت في العنفوش. بشكر الاستاذ احمد وبشكر كل الناس اللي تعبت معانا، والسلام عليكم.